نروح مع حضراتكم لخبر تاني. ووزارة الصحة والسكان أعلنت عن شروط الالتحاق وقواعد الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023-2024. الحقيقة إنه يعني طول عمرنا عارفين أهمية التمريض، وأول تعليق الناس بتعلقه على أي مؤسسة طبية بتدخلها غالباً بيكون يخص التمريض. فمسألة التعليم الفني مسألة غاية في الأهمية، ومسألة تطوير التعليم الفني واللي بيحصل فيه الفترة اللي فاتت في مصر شيء مهم جدا في كل قطاعات التعليم الفني مش بس التمريض. فالحقيقة أنه مهم جدا إن احنا نتكلم عن التعليم الفني، وأكتر حاجة كمان خلت الناس تحس بقيمة التمريض والعمل العظيم اللي هم بيعملوه طول الوقت جائحة كورونا، والعالم كله كان بينحني يعني احتراما وتقديرا لدور يعني أضخم التمريض في العالم. وكان في فيديوهات يعني مؤثرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن دور التمريض، وشفنا قد إيه هم يعني قاموا بدور عظيم أثناء جائحة كورونا. نرجع مع حضراتكم للمدارس الفنية الخاصة بالتمريض وأهم الشروط للالتحاق بهذه المدارس، لأنه باب التقديم ليها تقريبا هيبتدي بكرة. دلوقتي معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير. ويعني فتح باب الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية الخاصة بالتمريض المفروض يكون بكرة، لو حضرتك تطلعنا على أهم الشروط للتقديم والالتحاق بهذه المدارس. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك ومشاهدي حضرتك بخير ومصر والعالم كله بخير. هي أنه وزارة الصحة أعلنت عن فتح باب التقدم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023-2024. عدد المدارس دي تقريبا يفوق ال 300 برقم بسيط. الشروط الخاصة بي التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة هي للتقدم هو الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي اللي هي يعني الإعدادية أو ما يعادلها في نفس سنة التقدم، يعني يبقى خريج السنة دي. مع انه يكون من ضمن المواد اللي تم دراستها اللغه الانجليزيه، عشان التمريض والمصطلحات الطبيه غالبا تكون باللغه الانجليزيه او بتكون باللغه الانجليزيه، فمن المهم انه يبقى فيه خلفيه للمتقدم بدراسته للغه الانجليزيه كلغه اولى او لغه ثانيه. عظيم. في مجموع معين للاعداديه يا دكتور؟ الشرط الثاني ان يكون المتقدم من ابناء نفس المحافظه اللي حصل منها على شهادة الإعدادية، وده الهدف منه إنه ما يبقاش في مشاكل بعد كده في التخرج ومسألة الاغتراب والنقل من مكان لمكان، يبقى الناس في نفس المحافظة ودخلت نفس المدرسة وبيتم توزيعهم في الغالب الأعم على نفس المحافظة، وأن يكون متقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك. وطبعا احنا حاطين شرط كحد أقصى لكثافة الفصول إنه يبقى ما يزيدش عن 30 طالب أو طالبة، وأن يكون في تعهد من ولي الأمر بالتفرغ للدراسة، وما يكونش الطالبة متزوجة أو الطالب متزوج وليلتزم بذلك طوال فترة سنوات الدراسة. الحقيقة القبول بيبقى بالأعلى مجموعا يعني حسب المجاميع اللي متقدمة إلى المتقدمين. يعني احنا لو تقدم 100 واحنا محتاجين 50 فبناخد الأعلى مجموع. طيب عايز أسأل حضرتك برضو عن هل في اختبارات يعني قدرات في دخول هذه المدارس، لأنه هم بيواجهوا يعني كتير ظروف ما هياش أسهل حاجة زي ما كنا بنتكلم لسه عن جائحة كورونا والظروف النفسية الصعبة اللي عاشتها أطقم التمريض والأطقم الطبية في جائحة كورونا. مظبوط، عشان كده في اختبارات مرتبطة بالاختبار النفسي بواسطة أخصائي نفسي للمتقدمين، القدرة على أو اللياقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، وعدم وجود ما يؤثر على طبيعة أداء العمل. فتعلمين ويعلم السادة المشاهدين أن هناك مواصفات خاصة لملائكة الرحمة كما يقال عليهم أن هم زملائنا في مهنة التمريض، فمن المهم أن تكون هناك مواصفات تمكنهم من تقديم هذه الخدمة وهم كجزء أساسي من الفريق الطبي بدون أي معوقات.
صحيح. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.